الحمد لله كانت جيم يعني جيم شفت صعبه، فريق كثير منيح كثير بيقاتل، قدرنا نصمد للاخر وشوي فرقت الخبره معنا وقدرنا نفوز. يعني لعبنا منيح بس كانت شوي بتخوف، بس الحمد لله الفريق تبعنا قدر بالاخر نفوز الجيم والحمد لله. بدي ابارك للكوتش معتصم، والله يعطيك العافيه، عرف يدرس المباراه كويس، وهذا انجاز لي كمان. وين بروح باخذ الكاس؟ الحمد لله رب العالمين. بشكر كوتش، بشكر نادي الرياضي، والف مبروك لنا. طبقوا التعليمات منيح ويعني لعبنا بروح واحده، يعني بتعرف صرنا 10 سنين عم نستنى اللحظه نرجع الكاس، فكانت حلوه لنا. فمبروك للرياضي، هارد لك لكفر يوبا، وكلهم كانوا يعني ممتازين. شكرا لك كمان. وهي اول مره بنظهر بالكره السله الاردنيه نادي كفر يوبا يوصل على النهائي، الحمد لله رب العالمين. والله زي ما شفتوا دخلنا اول كوارتر فرق 12، ما دخلناش بجو الجيم بسرعه، رجعنا بالكوارتر الثالث ركزنا شوي وطلعنا منه تعادل 48-48، يعني زي ما بتقول دخلنا الكوارتر الرابع 0-0. بس ما بتعرف شوفي تقصير منا او تقصير من الحكام ما بعرف، بس خلص هاي الباسكت فوز وخساره. مبروك للرياضي فنيا، اول شيء الف مبروك للرياضي. وبتعرف احنا يعني مجمعين يعني 5 لعيبه وعندنا اصابات زي ما انت شايف، ويعني صراحه يعني انجاز يعني الحمد لله، حكومه نطمح المركز الاول، بس يعني اليوم ما في توفيق يعني، وظروف المباراه كانت يعني كلها ضدنا زي ما انتم شايفين. بس يلا الحمد لله كاول بدايه لنا يعني، ولسه مش مستعدين منيح، وان شاء الله يعني المرات الجايه ان شاء الله بالدوري ان شاء الله بنكون كاس، بنكون بربع الذهب ان شاء الله.